نعلن رغم ان هو سبق الاعلان قبل كده، بس احنا عايزين نعلنه بشيء من التفصيل عن حصد جهاز تنميه المشروعات المتوسطه او الصغيره متناهيه الصغر. وانا استنبطت كلمه حصد دي من مش وليد ايام ولا اسبوع ولا مهمه عمل فقط، ولكنه نتيجه فعلا مجموعه من الانشطه ومن الاعمال اللي كان جهاز تنميه المشروعات حريصين ان احنا نشتغل وفق هذه المنهجيه علشان نقدر في نهايه هذا نحصل على الختم الذهبي للمساواه ما بين الجنسين او الجولد ستامب للجندر. وهذا الجائزه اتيحت لنا من UNDP او البرنامج الامم المتحده الانمائي، واللي احنا كمصر نعتبر اول دوله، احنا اول جهه في مصر وعلى العالم العربي، وكمصر احنا تاني دوله على مستوى العالم تحصل على هذه الجائزه. انا مش هتكلم عليها بالتفصيل لان طبعا معايا الاساتذه الدكتوره مايا استاذه راندا هيتكلموا بشيء من التفصيل اكتر منها، ولكن انا بكلمكم لاني اعبر عن فخري وسعادتي، ويعني حقيقي بجد هذه الجائزه ادت للجهاز ثقة دولي. احنا كجهاز تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر في أشد الاحتياج ليه، ليضيف ثقل لهذه المؤسسة، وخاصة في ضوء توجهات الدولة واهتمامها بتنمية هذا القطاع، ونظرا برضو ان احنا في الفترة القريبة دي حصل لهذا الكيان استقلالية بتبعيته لمجلس الوزراء، ونشرف ان دولة رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس ادارة هذا الجهاز، ومعنا في مجلس ادارته كثير من الوزراء المعنيين بالاضافة لبعض ذوي الخبرات. كل ده بنترجم التوجه واهتمام الدولة بهذا القطاع، كل ده تنفيذا طبعا لتوجيهات السيد الرئيس فيما يخص الاهتمام بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بالاخص بالمرأة. المرأة تستحوذ على اهتمام خاص من الدولة ومن سياساتنا ومن استراتيجياتنا، وهو ده اللي أهلنا الحمد لله ان احنا نقدر نحصد هذه الجائزة.